شجرة دم الأخوين أشهر أشجار جزيرة سوقطرى على الإطلاق، وهي شجرة معمرة يفوق عمرها 800 عام، ولا تعيش إلا على ارتفاع 750 متراً فوق سطح البحر. فهي شجرة شامخة في الشكل والمكان، تجدها على ظهور التلال العالية والهضاب، فالأراضي الصخرية والأماكن العالية تتناسب مع طبيعة هذه الشجرة التي تتحمل الجفاف وتحتفظ بالماء لسنين طويلة. ويبلغ ارتفاع هذه الشجرة في الغالب من 3 أمتار إلى 4، وهي سميكة الجذوع، والفروع العلوية تبدو على شكل مظلة كبيرة، فهي من الداخل فروع وألحية خشبية، ومن الخارج أوراق خضراء سيفية حادة، وتكثر هذه الشجرة على الجزيرة في مرتفعات ديسكام وموحي. وما يميز شجرة دم الأخوين إضافة إلى شكلها الخارجي هي قيمتها الرمزية والشعبية لدى سكان الجزيرة، حيث يستخرج من لحائها نوع من الفصوص القرمزية اللون تشبه لون الدم، تستخدم في الكثير من العلاجات الشعبية كعلاج الجروح والتقرحات وتقوية الجهاز الهضمي. فكثير من سكان الجزيرة يجمع الفصوص الحمراء من هذه الشجرة كمصدر من مصادر الرزق، لتباع لاحقاً على العطارين وتجار الطب الشعبي. لا تحظى الحياة الفطرية للكائنات والطيور في جزيرة سوقطرى بالتنوع الكمي والنوعي كما هو الحال للحياة النباتية، فهناك أنواع قليلة من الزواحف كالسحالي غير السامة منتشرة في الجزيرة، ولعل التنوع الفطري الأكثر يكمن في أشكال الطيور وأنواعها، حيث يعتقد أنه يوجد في الجزيرة أكثر من 100 نوع من أنواع الطيور، بعضها مهاجر وأنواع كثيرة منها مستوطنة في الجزيرة. تتعدد أنواع الطيور بفصائلها المختلفة، فمنها الطيور البحرية الخواضة التي تعيش على الشواطئ والمستنقعات، ومنها الطيور الجارحة التي تعيش على سفوح الجبال. لاكتمال الصورة التضاريسية لجغرافية المكان على جزيرة سوقطرى، تظهر لنا الصحاري وأشباه الصحراء في الأجزاء الشمالية والجنوبية للجزيرة، حيث تغطي الرمال أجزاء كبيرة منها، فالرياح الشديدة العاتية التي تهب مع بداية يونيو حتى نهاية سبتمبر على الشواطئ الرملية الساحلية تعصف برمال الشاطئ إلى الداخل، فتشكلت كثبان رملية على أطراف الساحل. يعتبر سهل نوجد من السهول الجنوبية للجزيرة، والذي تبدو عليه آثار الصبغة الصحراوية من شكل الكثبان مع الفرشة الرملية للمكان، كما يوجد في هذا الساحل الكثير من واحات النخيل التي تعد من أشجار الصحراء التي تتحمل الظروف المناخية القاسية. وعلى الجانب الآخر نجد وادي عرهر من الأودية الشمالية للجزيرة التي يترسب عليها الكثير من الكثبان الرملية البيضاء بفعل الرياح، حيث أصبحت هذه الجبال العالية مصدات للرياح، وأصبحت هذه الكثبان المطلة على البحر إحدى أهم المواقع السياحية للجزيرة للكثير من السياح الذين يفدون إلى الجزيرة من مناطق متفرقة من العالم. يعتبر وادي عرهر من الأودية الجارية طوال السنة، حيث تنحدر هذه المياه من أعالي الجبال فتصب جداولها في البحر في نهاية المطاف، ويعتبر هذا الوادي من المناهل الطبيعية الصالحة للشرب لسكان الجزيرة. تنتشر الكثير من الكهوف والمغارات الجبلية في مواقع عديدة من جزيرة سوقطرى، فالكهوف أحد أنماط السكن للإنسان السوقطري القديم، ولا يزال البعض منها مسكوناً في الماضي القريب. هذا كهف دي جوب من أشهر وأكبر كهوف الجزيرة، يقع في الجبال المطلة على سهل نوجد. تشكل هذا الكهف بفعل عوامل التعرية الطبيعية أو ما يعرف بالعوامل الجيومائية،
حيث عملت المياه على إذابة الكلس، فتشكلت رماح كلسية معلقة في سطح الكهف. يتميز هذا الكهف بمدخل كبير وبوابة متسعة العرض والطول، مما سمح لأشعة الشمس بالنفاذ إلى داخله، كما يتميز بارتفاع كبير في السطح يبلغ 15 متراً تقريباً في بعض المواقع. يبدو هذا الكهف على شكل تجويف صخري كبير غائر في أسفل الجبل، يتسع بواجهته لأكثر من 50 متراً، ويضيق كلما دخلنا في مغاراته الداخلية الضيقة المظلمة.